اهلا بكم في الفيديو الخاص بشرح خطوات تركيب لعبة السمكة الطائرة اير سويمرز. الفيلم ده هيوضح لنا ازاي نقدر نركب لعبة السمكة الطائرة. بالاضافة للاجزاء الموجودة في العلبة هنحتاج لاربع بطاريات صغيرة من النوع تريبل اي اللي بيستخدم في ريموت كنترول، وفك صغير على شكل حرف زائد، وغاز الهيليوم. خطوات تركيب سمكة القرش وسمكة البهلوان تقريبا زي بعض. هنلاقي جوه العلبة كتيب صغير فيه خطوات التركيب، وفوق هنلاقي ثلاث زعانف لسمكة القرش، وفي علبة سمكة البهلوان هنلاقي زعنفة إضافية. ودي مجموعة الإلكترونيات اللي فيها جهاز الاستقبال ومكان البطارية ومسار الحركة اللي بيتحرك للأمام والخلف. ودي وحدة التحكم عن بعد الريموت كنترول. ودي مجموعة حركة الديل المسؤولة عن حركة السمكة ودورانها. وهنلاقي كمية من الصلصال نستخدمها في ضبط توازن السمكة، وفي بعض الشرايط المطاطية، وأجزاء تانية صغيرة مهمة جدا لعملية التركيب. دي زعنفة الديل والبالون الأساسي في كيس بلاستيك، وبعض الشرايط اللاصقة الشفافة الضرورية في عملية التركيب. نقدر ننفخ البالون بالهيليوم من أي محل للألعاب أو أي محل لمستلزمات الحفلات، لكن لازم نتأكد إنه هيليوم نقي أو بيور، مش مخلوط بأي هواء أو أي غاز آخر. تقدروا تشتروا أسطوانة هيليوم صغيرة زي دي من المحلات اللي بتبيع مستلزمات الحفلات. هنحط طرف أسطوانة الهيليوم جوه الثقب المخصص لذلك في البالون، نثبتها كويس ونضغط على الزر. لازم البالون يمتلئ بالهيليوم لغاية ما يبقى سطحه شبه صلب. معظم التانيات الصغيرة اللي على البالون هتختفي، مش هيفضل غير شوية تانيات من الكبيرة. دلوقتي البالون ممتلئ بالهيليوم، نقدر نربطه بالشريط الموجود في العلبة من الجزء السفلي ونثبته في علبة اللعبة بالشكل ده. هناخد الشريط اللاصق الدبل فيس، وهنشيل الأجزاء اللي على شكل مستطيلات صغيرة ونلزقها على الأربع قطع اللي على شكل خطاف. هنقوم بالعملية دي بالنسبة لزعانف سمكة القرش الثلاثة أو الزعانف الأربعة لسمكة البهلوان. المستطيلات الأكبر حجما هنحطها في المكان المخصص ليها في مسار الحركة الأمامية والخلفية، ونخلي بالنا إن في واحدة منهم فيها ثقب في المنتصف، دي تتحط في الجزء الأوسط. يفضل ان انت تراجع اماكن الشرايط اللاصقه في كتاب الارشادات. هنشيل الجزء العلوي من الشريط اللاصق الدبل فيس الخاص بالزعانف، ونركب كل زعنفه في المكان المخصص ليها على البالون، هنلاقيه متحدد بعلامه اكس. هنلزق بقيه الزعانف بنفس الطريقه، ونقدر دايما نرجع للصوره الموجوده على العلبه عشان نعرف شكل الزعنفة مكانها فين واتجاه تثبيتها. زي ما قلنا سمكة البهلوان هيكون ليها زعنفة إضافية. عندنا أربع قطع صغيرة على شكل خطاف، دي بنستخدمها مع الشرايط المطاطية لتثبيت الديل. بنستخدم معاها الشريط اللاصق الدبل فيس زي الزعانف بالظبط. بنثبتها في الأماكن اللي ورا على البالون عليها علامة X، ولازم تتحط بصورة مظبوطة إن الفتحة بتاعت الخطاف تكون للأمام. هنيجي دلوقتي نركب الديل باستخدام الكليبسات اللي موجودة. هنثبت زعنفة الديل في الموتور بتاع الديل. هنثبت موتور الديل مع البالون باستخدام الروابط المطاطية والقطع البلاستيك اللي على شكل الخطاف اللي احنا سبق وركبناها. هيبقى عندنا أربع شرايط مطاطية لتثبيت موتور الديل، اتنين على الجناب واحد فوق واحد تحت، ولازم نتأكد إن الفوم العازل موجود ما بين الموتور والبالون. هنحط بطارية واحدة في وحدة الاستقبال وتلات بطاريات في ريموت كنترول. هنشيل الجزء العلوي من الشريط اللاصق الدبل فيس المتثبت على مسار الحركة الأمامية والخلفية،
وهنستخدم اللاصق الشفاف لإحكام تثبيت مسار الحركة بالشكل ده. يفضل إن الخطوة دي تتم بمساعدة شخص آخر. نمسك البالون بوضع مقلوب ونثبت مسار الحركة في الجانب السفلي من البالون. دي أهم خطوة في عملية تركيب السمكة الطائرة عشان تطير بشكل متوازن. كل مدينة ليها ارتفاع عن سطح البحر بيتحط مسار الحركة في مكان مختلف. ولازم نرجع لكتيب التعليمات عشان نقدر نعرف المكان الخاص بالمدينة بتاعتي. بعد ما ثبتنا مسار الحركة هنمرر السلك في الثقوب الموجودة في البالون من أسفل ونوصل السلك بموتور الديل دلوقتي. احنا هنظبط توازن السمكة. هنستخدم الصلصال ان احنا نحط في الغرفة المخصصة لذلك في مسار الحركة بعض الصلصال. لو السمكة طارت لأعلى يبقى احنا محتاجين نحط كمية أخرى من الصلصال. لو نزلت تحت محتاجين نشيل كمية من الصلصال. ازاي نقدر نعرف ان دي الكمية المظبوطة؟ ان السمكة تفضل ثابتة في الهواء، لا تطلع فوق ولا تنزل تحت. لو في كمية زايدة من الصلصال بنحطها في المكان المخصص ليها في ريموت كنترول. نقوم بتشغيل الريموت كنترول وجهاز الاستقبال في السمكة. لو السمكة ما استجابتش لأوامر الريموت كنترول محتاجين نعمل عملية اقتران أو بيرنج. هي عملية بسيطة عشان نربط جهاز التحكم بالسمكة. هنقوم بتشغيل جهاز الاستقبال في السمكة وندوس على زر الهبوط لأسفل في الريموت كنترول أو المكتوب عليه دايف، وأثناء ما احنا ضاغطين عليه بنشغل الريموت كنترول. بنستنى لمدة 3 أو 4 ثواني وبكده تكون عملية الاقتران تمت بنجاح. عشان السمكة تتحرك ندوس على زر اليمين واليسار بالتبادل، هنلاقي السمكة اتحركت للأمام. عشان السمكة تستدير أو تغير اتجاهها نخلي الديل يتحرك في ناحية واحدة أسرع من التانية. وعشان السمكة تطير لفوق نضغط على زر الصعود في الريموت كنترول لغاية ما تلاقي وجه السمكة متجه لأعلى. بعد كده نحرك الديل هنلاقي السمكة طالعة فوق. والمثل عشان نخليها تطير لأسفل بندوس على زر دايف لغاية ما وجه السمكة يكون متجه لأسفل، وبعد كده نحرك الديل. اير سويمرز بتعمل بتقنية الأشعة تحت الحمراء أو الإنفراريد، عشان كده لازم اللمبة الحمراء اللي موجودة في مقدمة الريموت كنترول لازم تفضل متجهة لوحدة الاستقبال في السمكة بشكل مستمر. ولازم ننتبه ان احنا ما نغطيش على اللمبة بدون قصد. اثناء ما احنا بنلعبش بالسمكة نقدر نثبتها بالخطاف اللي موجود في الريموت كنترول بالشكل ده. بعد 3 اسابيع هنلاقي ان الهيليوم اللي في البالون ابتدى يقل. نقدر نكمل البالون عن طريق نفخ بعض الهواء باستخدام الشاليمو، لكن لازم نخلي بالنا ان احنا ما نستنشقش اي كميه من الهيليوم. وممكن من فتره لاخرى تحتاج انك تعيد ضبط التوازن باستخدام الصلصال. دلوقتي تقدر تلعب بالسمكه الطائره وتستمتع مع اصحابك واسرتك. Thank you.